السلام عليكم الاخوه. اليوم دابا غادي ندوزو الاونلاين سيرش للاس في اي والاكسبلويت. مثلا انا مهتم بهذا التغريد للاس ام بي، مثلا نقلب عليها في الانترنت واش كاين مثلا شي سكريبت يعاونني مثلا سيرفيس اس ام بي. انا بغيت نقلب عليها تغره، ياك مثلا عندك التغره خصني اما نصنع عليها سكريبت ولا كاين سكريبت موجود ولا كذا. ولكن شوف شي كاينين بزاف ديال فين سيرشي، كاينين بزاف فين سيرشي، ولكن انا كنصح بنادم شنو يدير، يمشي يدخل لفيدلي دوت كوم باش يبقى ديما على الطلاع، فهمتيني؟ حيت كاين بزاف 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 خرجي شي شهره او شي حاجه شي معلومه وما تعرفهاش نتايا، معرفه بنادم قبل منك، تمشي لفيدلي دوت كوم مثلا بعدا هنا باش دير المونيتورين ديالك، فهمتيني؟ مونيتورين باش يطلع لك الجديد. تمشي لفيدلي دوت كوم، ياك غادي دير سميتو، دير اكونت جوجل مثلا، دير اكونت جوجل عادي، ياك تجي لهاد اللينك، هذا اللينك بحال هكا فيدلي دوت اس في اي بلوكس بحال هكا، يطلعو لك البلوك، تمشيني هنا التغارات كيبقاو يطلعو، هذا بلوك كتفولوي داك الار اس اس معلومات المتجددة اللي كيلوح، مثلا لح مؤخرا لح الاس بي 2023 كدا كدا، مؤخرا لحات الاس بيات، مهم ولا ماشي مهم؟ مونيتورين هذا صوت، تقدر دير له فولو 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 فولو، شنو اللي عجبك هنا دير له فولو، اللي ما عجبكش بان لك شي بلوك عادي ما ديرش له فولو، فهمتي؟ ماشي كلهم انا ندير لهم فولو ولكن اغلبيه ندير لهم فولو. مزيان هذه من ناحيه، غادي يطلع لك بحال هكا بحال هكا الشيء. دابا انا شوف انت شنو طالع لي دابا، مثلا هنا كاين كروس سايت سكريبتين، ف يعني كاين تغره طالعه في الكروس سايت سي اس اس اكس اس اس طالعه في اس ام تي بي تشيك. اوكي ندخل اس ام تي بي تشيك نقراو نقراو شنو كاين هنايا. هاي المعلومات على التغرى اللي لقاوه، فهمتيني؟ السيت اللي لقاوه فيه اس ام تي بي تشيك. المهم هو هذا، هذه زوينه باش دير المونيتورين، اما باش تقلب مثلا على الثغرات رجعوا الموضوع ديال الاساسي اللي هو نقلبوا على الثغرات كاين ولا ما كاينش. مثلا اجي نشوفوا مثلا هنايا واخا هادو سيكوريتي، هنا هضرنا على هذا الموضوع هذا كاين ولا ما كاينش. دابا اجي نشوفوا الملف ديالنا، مثلا اجي نقلبوا على الثغرات، مثلا جيت هاب، جيت هاب كيتلونسا فيه التغارات بحال هكا. مثلا انا عندي شي تغرة متعلقة مثلا بجافا سكريبت، جافا سكريبت 6 مثلا بحال هكا، دوم بيزد اكس اس اس، دو كاملين تغارات متعلقين بجافا سكريبت اكس اس اس، فهمتي؟ متعلقين باس، وهادو كريتيكال وهادو موديريت، يعني خطيرين بزاف، فهمتي؟ هادو خطيرين بزاف دوك الحمر كريتيكال، يعني زعما تحتي هاد التغرة او مشكل هادي، فهمتي؟ من ناحية هادي من ناحية جيت شاب هذا لينك. نمشيو للشوطان مثلا exploits.shodan.io، اجي نقلبو على شي تغرة في ال HTTP مثلا، مثلا كاين هاد التغرة HPE 1.0 مثلا، فين دوزك؟ دوزك الاكسبلويت دي بي، فين الاكسبلويت دي بي تاهي عندنا هنايا، تنقلبو فيها على التغارات، فين الاكسبلويت دي بي، هاي الاكسبلويت دي بي، وشنو عطاك هنايا؟ عطاك المعلومات على التغارة، كيفاش درت تستغلها على حسب الفيرسيون، فهمتي؟ على حسب الفيرسيون، كاين اكسبلويت دي بي، كاين رابيد 7 دوت دي بي. باش ندخلو رابيد 7 دوت دي بي هادي تيحماقو عليها لي ديفلوبر، رابيد 7 علاش؟ حيت متعلقة بفريم وورك لي هو ميتاسبلويت، غادي ندخلو ليه من بعد. المهم عندنا مثلا شنو كتبنا حنا اس ام بي، ياك مثلا نشوفو هاد الاس ام بي
هالكا ريفيرنس ماشي ديسكريبشن، ولكن بغينا باش نستغلو مثلا الثغرة هادي. شوفو مثلا الثغرة هادي مثلا، نجي ندخلو لواحد السيت واحد اخر مثلا 0day.today. يس هايكري، اختاريت اللونغاج ديالي وهايكري مثلا بحال هكا. جيت قلبت هنا درت SMB بحال هكا، مايكروسوفت ويندوز 2003، اوبن اكسبلويت، عطاني سكريبت. فهمتيني السكريبت باش نكسبلويتي هاد الثغرة هادي، فهمتي هادي باش زوينة هاد 0day.today، تعطيك السكريبت. صافي هاد السكريبت شغلو وبدل شنو اللي غادي تبدل. مثلا شتي هنا تارجيت، بدل تارجيت والباور بلاتي نشوفو فين كاين تارجيت. هاهو تارجيت سيس ارك في وان، يعني خصك دوز لو ارغيمنت بالتارجيت. هنا واش كاتب شي معلومات على كيفاش شي كيخدم السكريبت؟ هو ما كاتبش حقيقه معلومات، ولكن هادشي ناتج على الذكاء ديالك. الذكاء ديالك هو اللي يخليك تفهم كيفاش تخدم السكريبت. المهم سكرين شوتي هاد السيتات هادو كاملين تقلب فيهم على تبارات. مثلا ريديت هنايا، ريديت كيطلع لك حتى هي مونيتورين ديال شي ثغرة كيحطها هنايا. هاهو المعلومات كاملة على الثغرة اللي لقى، شي حاجة زوينة. المهم سيتات موجود الخير، موجود الخير سيتات كتقلب فيهم على الثغرات. ضروري هادشي ندخلوه براتيك، فهمتيني نديرو فيه البراتيك.